يحب بولاند أوروتش مدينة فرانكفورت التي يعيش فيها منذ مجيئه من تركيا قبل 33 عاما. إنه يشعر في ألمانيا بالارتياح ويندمج جيدا مع المجتمع، كما أنه يتابع الحملة الانتخابية بدقة لأنه مهتم بمعرفة من سيقود ألمانيا، وذلك على الرغم من أنه لا يحق له الانتخاب. هذا ما يعطي شعورا بالاستبعاد طبعا وعدم الانتماء، إذ يمكنك مثل ما يقولون البقاء في المنزل ولا حاجة لذهابك إلى مراكز الاقتراع. في ألمانيا لا يسمح بالانتخاب إلا لمن يحمل الجنسية الألمانية، وهذا ما يراه بولاند أوروتش قرارا مجحفا لا يناسب العصر. لأكثر من 20 عاما وهو يعمل في مؤسسة البريد الألمانية ويسدد ضرائبه لمصلحة ضرائب، لكنه بعكس زملائه الألمان الذين يدلون بأصواتهم لا يستطيع أوروتش التأثير على سير الانتخابات، وهذا ما يثير غضبه. سياسة اندماج المهاجرين، إنه مجال أبحاث سارة سيهان التي تعتقد بأن عدم مشاركة الأجانب المقيمين بشكل دائم هنا في القرارات الألمانية أمر قد يسبب أضرارا طويلة الأمد لألمانيا. هذا يعتبر خرقا لمبدأ الديمقراطية الأساسي، فالقرارات التي تؤثر على الجميع يجب اتخاذها من قبل الجميع أيضا، والخطر ببساطة هو عدم تمثيل مصالح المواطنين، ما يشعرهم بنفور من النظام السياسي، ما يسبب في النهاية عدم استقرار نظامنا. يعتبر أوروتش المشاركة في الحوار والعمل أمرا بديهي، وهو يساهم كمتطوع بمساعدة المهاجرين في أمور الإقرار الضريبي، لكن هذا لا يكفي للمشاركة في الانتخابات. يقول الساسة المحافظون أنه على المهاجرين الانتماء الواضح تجاه الدولة، وهذا ما يعني تسليم أوروتش لجوازه التركي ليصبح ألمانيا. ما الذي سيتغير بالنسبة إلي أو لهذا المجتمع إن كنت أحمل الجنسية الألمانية إلى جانب تركيا أم لا؟ الأهم هو أن ألتزم بالواجبات المدنية وأن أطبقها ولا تصدر بحقي عقوبات، وأن ألتزم بالقوانين الألمانية. يأمل بولاند أوروتش على المدى القريب في أن يسمح له بالانتخاب على المستوى المحلي، هذا ما يتكرر النقاش حوله باستمرار ويوافق عليه كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر واليسار، وهذا ما سيكون بالنسبة لأوروتش خطوة أولى نحو عدالة أكبر.